دكتور نافر غازي العتيبي هو خبير استراتيجي ومختص في العلاقات التاريخية بين الدول، ضيفي في هذه الحلقة لنتحدث عن ردود الأفعال العربية حول انتخابات مجرى الانتخابات الحاصلة في الولايات المتحدة الأمريكية هنا في واشنطن. دكتور نافر مرحبا. أهلا والله، مساء النور يا مريم. دكتور عتيبي، بدي أسألك كيف تقرأ أنت من منظار متخصص بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الدول نظرة المملكة والقيادة في المملكة للمناظرات الحاصلة وتأثير ذلك على العلاقة بين البلدين؟ طبعا ما في شك أن الانتخابات الأمريكية طبعا خرجت عن طابع تعودناه منذ القدم. كانت مناظرة اعتبرها يعني شرسة بين الرئيس ترامب والرئيس بايدن. طبعا اللي لاحظته انا في البداية سيطر اللي هو ترامب. طبعا ترامب اعتبره يعني خطيب وفوه، ونظرة المملكة العربية السعودية حفظها الله تنظر الانتخابات الأمريكية بمدى طبعا كما قال الفيلسوف العظيم المصلحة والخوف هي اللي تحفز الإنسان. مصلحة المملكة العربية السعودية أن الانتخابات تسير على ما يرام، لعل ذلك ينعكس على قضايا الأمة العربية والإسلامية بما تعودنا طبعا العلاقات الأمريكية السعودية منذ الأزل، منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور الملك عبد العزيز ولقائه مع الرئيس الراحل روزفلت. نعم دكتور نافل، هل فعلا إذا بدنا نبسط الأمور منقول إذا ربح ترامب العلاقات العربية الأمريكية حتكون جيدة جدا بمواجهة إيران، وفي حال بايدن أتى إلى البيت الأبيض سيكون هناك إعطاء مجال أكثر لإيران، يمكن إعطاء العودة إلى الاتفاق النووي، يمكن إعطاء فلوس يعني ضخ أموال لها بشكل أن هي تتمدد أكثر في العالم العربي؟ كيف بتشوف المغالطة هيدي؟ إنه هل فينا نعتبرها بهالطريقة المبسطة هيك حيصير؟ طبعا ما في شك العرب أو العالم عموما العقلاني يتمنى فوز ترامب، كونه طبعا ممن كافح الإرهاب أو له مواقف حقيقة رائعة مع المملكة العربية السعودية مع الدول العربية، وطبعا السلطات الإيرانية لا تتمنى فوز ترامب نظرا لأنه يعلم مدى أنها طبعا تعتبر إيران من رموز الشر في المنطقة. وطبعا ما في شك إذا فاز بايدن راح تكون يعني ولا قدر الله يعني العرب يتمنون فوز ترامب. ما في شك ترامب رجل له وقفات جليلة مع المملكة مع العالم العربي والإسلامي. كيف تنظر إلى ترشيح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام ومساعي إدارته يعني خلال حكمه بإبرام اتفاقيات سلام مع الإمارات والبحرين وفي دول عربية يمكن قادمة أيضا يحكى عن سلطنة عمان والسودان؟ كيف تنظر إلى هذه المهام اللي قام فيها يعني الوصول إلى حل يمكن أيضا القضية الفلسطينية؟ طبعا ما في شك الرئيس ترامب رجل سلام، عهد طبعا لم يكن فيه حروب أو اللي تعودناه من الرؤساء السابقين. ترامب أقدر أقول أنه عقلاني ويستاهل طبعا جائزة نوبل طبعا من خلال مساعي السلام. لا شك أن اللي عملته دولة الإمارات مع دولة إسرائيل كانت محقة في ذلك. طبعا الزمن يحتم علينا أن يكون في علاقات اقتصادية وسياسية. طبعا العقلاء يقولون صداقة تؤمنك خير من عداوة تخطفك. هل هذا اللي طبعا يعني على القليلة يمكن هناك بوادر حل؟ طيب كيف بتشوف ردة فعل الفلسطينيين بعض الفصائل وبعض أيضا القيادة الفلسطينية ودائما يقحموا السعودية ويلموها علما أن السعودية قدمت المبادرة العربية عام 2002 وتم يعني انتهاكها؟ كيف بتشوف موقف السعودية؟ وعم نشوف طبعا أمير بندر بن سلطان سيشرح هذه الأمور على قناة عربية، ولكن من منظارك كيف السعودية تدعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ وحاليا أيضا؟ طبعا ما في شك يا
السيدة ماريا، كان الملك عبد العزيز على السبيل لما قابل روزفلت كان له وقفة عظيمة شهدت له العالم العربي والإسلامي بالعالم أجمع، وقف الاعتداءات الإسرائيلية بالضمانات الأمريكية. المملكة العربية السعودية بذلت الغالي والنفيس في سبيل دعم القضية الفلسطينية. طبعا المملكة العربية السعودية لا تهتم لتلك الأبواق الناعمة ليل النهار، نعلم مدى الحقد أو مدى الدسائس أو مدى المؤامرات التي تحاك ضد بلدي، ولكن المملكة العربية السعودية تعمل دعم وتقدم الغالي والنفيس من طبعا كونها دولة إسلامية أو هي الأم للدول العربية والإسلامية، وتدعم القضية الفلسطينية للقيم والمبادئ التي طبعا تتمسك بها بلادي حفظها الله. دكتور نافل، حكيوا مؤخرا في الإعلام عن بوادر حل الأزمة، والولايات المتحدة الأمريكية تريد حل الأزمة في دول بين دول الخليج ببعضهم، يعني إنهاء القطيعة مع قطر وما إلى هنالك. هل بتلاقي إنه الإمارات والسعودية والبحرين يعني مستعدين يجلسوا مع الطاولة مجددا مع قطر ويمحوا كل تاريخ المؤامرات اللي قامت فيه سابقا؟ نظام الحمدان، ما عم نحمل الشعب القطري أو أي نظام جديد ممكن يأتي قد يكون مسالما، فما رأيك؟ طبعا رأيي المملكة العربية السعودية بلد مسالم وحب الخير للجميع، طلبت عدة بنود من دولة قطر، لكن للأسف لم تمتثل لتلك الطلبات التي اعتبرها يعني من حق المملكة العربية السعودية ودول الخليج أن تحرص على أمنها. ونتمنى طبعا قطر كما قلت شعب قطري يبقى شعب شقيق، ولكن للأسف تنظيم الحمديين يسعى جاهدا بأن لا تكون هناك أي مصالحة من خلال تعنته والقناة للأسف الجزيرة ليل نهار تضخم الأمور وتعيد أمور للأسف لا ينبغي على قناة إعلامية تدعي الموضوعية والحرية. عزيزتي، نعم، هناك تحامل أيضا على سمو ولي العهد يعني الأمير محمد بن سلمان، هناك حملة منظمة ضده وضد عملية الإصلاح التي قام بها ورؤية 2030. خلينا نحكي عن هذه الرؤية وكيف يريد الإعلام المضاد أو المعادي تدميرها أو انتقادها دون سبب، علما أن هي يعني متقدمة وتسير في المسار المضبوط. طبعا ما في شك الرؤية 2030 رؤية جبارة أشهد فيها العالم أجمع، ولعل يا عزيزتي الجائزة التي فاز فيها سيدي ولي العهد 2018 كأقوى شخصية 10 شخصيات على مستوى العالم طبعا يتمثل فيهم من ضمن أولئك الذين فازوا بالجائزة الرئيس الصيني والرئيس الروسي والأمريكي، وتلك بأنها فخر طبعا لنا، وهذا يدل على مدى نجاح سيدي ولي العهد. وبالنسبة للحملة المغرضة تعلمين مدى أعداء النجاح، للأسف هناك بعض الدول التي لديها طموح لا منتهي يقابل قدرات محدودة يحاولون أن يقلدوا المملكة العربية السعودية كما ذكر دوركهايم في نظرية الشهيرة الانتحار، ولكن كما قلت لك القافلة تسير، الله أجلكم الله والسامعين الكلاب تنعم. دكتور نافل، عندي سؤال، كيف تنظر إلى الأطماع التركية وتهديدات أردوغان لتركيا، تهديدات أردوغان للسعودية ومحاولة تحديها المملكة، وهو يعني ما يمكن من الدول اللي ما عنده قدرات أنه يصير مثل المملكة، يعني كيف تنظر إلى أطماعه وتمدده حتى في تدخله في اليمن وتدخله في ليبيا وتمدده في القارة الأفريقية، ما رأيك؟ طبعا ما في شك أردوغان وللأسف حتى دولة إيران تحلم بعودة الإمبراطوريات الغابرة. تعلمين زمن الإمبراطوريات نحن الآن في عصر ما بعد الحداثة وعصر يثمن الفرد والتعاون
بين أفراد المجتمع، فالنجاح طبعا يؤدي للنجاح. المملكة العربية السعودية لا تأبه لادعاءات أردوغان أو طموحه، للأسف طبعا تدخل في تركيا، تدخل في ليبيا، وتدخل في البحر المتوسط واليونان، وخرج طبعا خروج مثل بعد التهديدات اللي هي من الأوروبيين الأطلسي، وطبعا خرج بخطي حنين وحاول أنه يتدخل في عدة دول. للأسف هو يحاول أن يشغل الشعب التركي عن الاقتصاد المتردي والمتهوي والمتهاوي. للأسف أن دولة قطر قامت بدعمه ماديا ولوجستيا من أجل تحقيق طموحه، ولا أعلم ما هي الغاية وما هو الغرض. والحمد لله طبعا تركيا الآن في شبه عزلة عالمية بسبب حمقات الرئيس التركي. طيب كخبير استراتيجي حضرتك وكرجل أمن سابق برتمة عميد، كيف تنظر إلى قوة الدفاع لدى المملكة العربية السعودية؟ يعني أكثر من مرة تعرضت لاعتداءات ولإطلاق صواريخ من الحوثيين بأوامر إيرانية عن طريق اليمن، كيف قدرت تعالج هذه المسألة دفاعيا؟ يعني قدرة دفاعية لدى المملكة كيف يمكن وصفها من حيث يعني بطريقة علمية؟ طبعا المملكة العربية السعودية بحمد الله كما قال نابليون بونابرت كانت الثروة أول طريق للاحترام بين الدول حتى على مستوى الأفراد. المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية وسياسية، وبحمد الله لدينا دفاعات والأدب يا إعلامية قديرة صد الدفاعات السعودية للصواريخ التي كانت تطبع بشدة على مدينة الرياض، وللأسف حتى حاولوا يضربون من أقدس بقاع الأرض اللي هي مكة وهذه، ولكن تسدت لها الصواريخ والدفاعات الجوية السعودية. والمملكة العربية السعودية الحمد لله تملك قوة عسكرية واقتصادية بل واحترام دولي لحسن سياستها. نعم، ربما هذا الاحترام يتمثل أيضا برئاسة المملكة لقمة العشرين. كيف تنظر إلى الاجتماعات التي حصلت، المواضيع التي تم التطرق لها، وأيضا إدارة المملكة يعني هي كقوة اقتصادية كبيرة لهذه الدورة، الدورة والرئاسة القمة بظروف كورونا؟ يعني هالتحديات كيف قدرت تتخطاها المملكة؟ طبعا ما في شك انعقاد قمة العشرين تحت رئاسة بلدي المملكة العربية السعودية مفخرة للعرب والمسلمين، كانت إدارة ناجحة وموفقة. المملكة العربية السعودية أبدت حسن سياستها ومد يديها للمجتمع الدولي، والجميع بحمد الله استبشر خيرا بنوايا المملكة الحسنة التي لطالما وقفت مع تلك الدول ومع دول أخرى في سبيل تبادل الخبرات التجارية والاقتصادية حتى العلمية. عزيزتي، طيب لننتقل إلى ملف آخر وهو نظرة السعودية للبنان ودعم السعودية اللامتناهي من عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة. يعني السعودية اليوم تساعد لبنان رغم كل المواقف اللي ناكري الجميل، يعني كيف تنظر إلى موقف السعودية من هذه الناحية؟ طبعا ما في شك المملكة العربية السعودية وقفت منذ عهد الملك فهد رحمه الله بجلالة الملك مولاي سيدي الملك فهد، وقامت بإعادة إعمار لبنان في وقفة طبعا أشاد فيها العالم. ولم يوم ما المملكة تمن أو تتباهى أنها ساعدت أي دولة عربية، وساعدتها في عدة نواحي. قامت باستضافة عدد كبير من اللبنانيين في المملكة، وكانوا طبعا في أماكن مرموقة وفي شركات عدة، وساندت المملكة العربية السعودية الشعب اللبناني منذ فترة طويلة. والعقلاء في لبنان أو بالأصح الذين يعلمون بمدى وقوف المملكة يثنون ويقدرون تلك الوقفة، ولكن هناك طبعا كما قال سيدنا معاوية كل الناس تضيه لحسب العمل.
لا يرضي إلا سواء الحمس. هناك ناس يتمنون الشر ليس للمملكة بل لعدة دول، ولكن المملكة العربية السعودية واقفة منذ الأزل مع الشعب اللبناني وتدعمه ليل نهار بما تملك من قوة اقتصادية أو حتى سياسية. دكتور نافل، سؤال أخير لك في هذه الحلقة. شهدنا تطور كبير في وزارة الطاقة منذ تولي سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان. كيف تنظر إلى هذه الخطوات المتقدمة على صعيد الإجراءات كافة والبرامج التي تطرحها هذه الوزارة خاصة بما يتعلق بالطاقة النظيفة؟ طبعا ما في شك اختيار سيدي الأمير عبد العزيز بن سلمان اختيار أعتبره موفق، فمنذ تسنم تلك المنصب والحمد لله هناك اتفاقيات عدة ونهوض للطاقة في بلادي، وهناك صفقات بين المملكة العربية السعودية حفظ الله وبين عدة دول كبرى في سبيل طبعا تنمية تلك الطاقة. وانت تعلمين الرؤية سيدي ولي العهد يحفظ الله الأمير محمد بن سلمان لا تريد تنميع الاقتصاد وليس اعتمادا على البترول، فلقد وفق سيدي الأمير عبد العزيز بن سلمان في بناء شراكات مع دول طبعا عظمى، هناك وثائق كبيرة أو اتفاقيات كبيرة الحمد لله تم عقدها بين المملكة العربية السعودية وعدة دول لها باع طويل في الطاقة. دكتور نافل غازي العتيبي، أنا أشكرك الخبير الاستراتيجي، شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا بك وشكرا لهذا اللقاء. العفو عزيزتي، شكرا.